طبعا الخبر الاول يتكلم عن الفنان ماجد المهندس والفنانه مريم فارس اللي يستعدون لاحياء حفل مميز في دبي بالامارات العربيه المتحده بثاني ايام العيد. طبعا اكيد هذا الحفل ترعاه شركه خاصه منظمه للحفلات في الامارات العربيه المتحده، واكيد الجمهور العربي دا ينتظر هذا الحفل يكون يعني مثل حفل الفنان راشد الماجد، وينتظر الجمهور اكيد بفارغ الصبر. خبرنا الاخر مع الاغاني العراقيه اللي تحصل على نسبه مشاهده قويه في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصلت اغنيه اخ قلبي للفنان ماجد المهندس على اكثر من 26 مليون مشاهده بالرغم من كونها اوديو فقط، وهي من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر وتوزيع حسام كامل. اما اغنيه تعب سهر للفنان صلاح حسن فقد حصلت على اكثر من 11 مليون مشاهده على اليوتيوب، وهي من كلمات ضياء الميالي والحان مصطفى ابراهيم وتوزيع محب الراوي واخراج سامر حكمت. واغنيه كلنا العراق فقد حققت اكثر من 8 مليون مشاهده، وهي كلمات كاظم السعدي والحان حسين الجسمي وتوزيع حسام كامل ومن اخراج علاء الانصاري. واخر اغنيه هي عشت لحظات للفنان حسام الرسام وقد حققت اكثر من 7 مليون مشاهده، وهي من كلمات رائد الاديب والحان احمد حداد والتوزيع لؤي عامر. وطبعا احنا حكينا موضوع الاغاني العراقيه وانتشارها الواسع سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او الكلمات العراقيه اللي انتشرت وصاروا المطربين العرب يستخدموها، واكيد شافوا عليها يعني انه الناس كلها صارت تستمعها. تعرف محمد انه طابع الاغاني العراقيه تشوفها حزينه حتى لو هي مفرحه، بها كلمات حزينه تمس الاحساس. هو الايقاع العراقي يمشي بالنمط الحزين يعني بشكل عام، بس انا طبعا ضد فكرة انه اللون العراقي والطابع العراقي حزين، لا يعني انا حسب يعني رؤيتي للاغاني يعني مثلا تلقين الايقاع الراقص، الايقاع الحلو، تلقين حتى كلمات قبل ما مركزة على الحزن والخيانة 100%، لا يعني اكو ايقاعات مختلفة، بس نظرة الشارع بشكل عام يقول لك حزين. تحس يعني كلماتها يعني حتى الناس العرب اللي يسمعون الاغاني العراقية يقول يا اخي انتم العراقيين ليش كلماتكم تجي للصميم يعني. يعني هسه مثلا عندنا جوليا بطرس، جوليا بطرس يعني لونها مو حزين، هم حزين بس ما يقولون عليها لون حزين، يقول لك لا اللون العراقي هو لون حزين. يعني طبعا انا قلت جوليا بطرس لان الخبر الاخر يتكلم عن الفنانة اللبنانية جوليا بطرس اللي أحيت حفل مميز في بيروت، حضر العديد طبعا من وجوه الدولة ومن الواجهات الرسمية في لبنان طبعا، وحضر الحفل عدد من الوجوه الرسمية على رأسها زوجها الوزير الياس بوصعب وسليمان فرنجية وزوجتهم. بدأت جوليا بالسؤال وينك يا الياس، بدي أقول لك حياتي شكرا لأنك أحضرت. طبعا الحلو بالموضوع والفكرة الحلوة بالموضوع أنه يعني هي فنانة وزوجها وزير، زوجها إجا حضر الحفلة وقاعد بين الناس بكل بساطة وبكل تواضع، يعني هذا الشيء احنا نفتقده بالوطن العربي، لان دائما موضوع عندنا الوزراء والاعمال الرسميه نقول والنطاق المعين ما يسمح انه حضور الوزير حفلاته وحضور المسؤول مثلا الحفلات، طبعا هاي الثقافه احنا لازم تكون موجوده عندنا صراحه نحكي. وحلو انه هو الوزير يدعم زوجته المطربه وكونه حضر لها الحفله، يعني نشوف هذا دعم معنوي كبير. ارجع اني اكد على نقطه معينه، احنا موضوع ثقافه، موضوع يعني ثقافه حضور المسؤول للحفلات احنا لازم تكون موجوده عندنا، ليش؟ لان احنا نطالب دعم، مثلا نطالب دعم من الدوله لامور معينه، يعني دعم القطاع الفني، دعم القطاع التربوي، دعم اشياء متعدده موجوده بالدوله. فمثلا يعني احنا بالعراق عندنا ذا المسؤول حضر حفله مثلا او مهرجان او امر مهرجان، لا مو هاي، بس اذا حضر حفله غنائيه مثلا يعني مثل يعني مثل فنانه اكيد مثل اسم جوليا بطرس ولها اشياء معينه تحسين لها الامر مختلف، يعني تحسين اكو فن راقب الموضوع. فنتمنى انه بالعراق يعني فكره انه المسؤول يحضر حفلات بيها مصلحة يعني نقول مصلحة عامة وثقافة معينة، ودعم معنوي هذا أنا أيدها يعني. أنت شنو رأيك؟
واني اضم صوتي صوتك اكيد يا محمد. وخلينا نشوف خبرنا الاخير مع باسل خياط اللي يحصل على ياسم القبل الاخير اللي يحصل على الياسمين الدمشقيه من الالماز. واختارت المصممه مها السباعي النجم السوري باسل خياط لمنحه ياسمين دمشقيه مكونه من الالماس والصدف والذهب. السباعي بررت اختيارها لباسل لمنحه هذا التكريم قائله: في ظل الظروف الحاليه يشتاق المرء لبلده سوريا والياسمين الدمشقي رمز سوري ويعيد المغتربين الى البلد ولو بتذكر رائحه هذا البلد عن بعد. وتابعت: ولما كان باسل خياط من خلال متابعين له حساس من جهه ومتابع لشؤون عمله من جهه اخرى، فقد رايت انه يستحق هذا التكريم. واعرب باسل عن سعادته وفخره بحصوله على هذا التكريم قائلا: أشكر السيدة مها السباعي لتقديمها هذه الهدية اللطيفة والتي تمثل أيقونة البلد وهي الياسمين الدمشقية، وأتمنى أن نلتقي قريبا كلنا في الوطن ويكون الياسمين محيط بنا كلنا. وأكيد مبروك على هذه الهدية الحلوة، وحلوة أكيد السورية معروفة بالياسمين. حلو طبعا أكيد. الخبر الأخير هو عراقي، نقول عليه عراقي خالص، يتحدث عن عمل مشترك سيجمع المخرج والمنتج مصطفى العبد الله مع مدير التصوير أكيد مراد ترك، اللي اشترك بالعديد من الأعمال من ضمنها آخر عمل للفنان وائل جسار. ولتسليط الضوء أكثر عن هذا العمل حيكون ويانا عبر الهاتف من بيروت باللبنان مراد ترك، ونقول لك ألو. صباح الخير. صباح الخير عليك محمد حبيبي. صباح الخير يا مراد. صباح النور عليكم. صباح الورد. طبعا اكيد جتنا معلومات تقول إن انت والمخرج المنتج الكبير مصطفى العبد الله موجودين ببيروت لانتاج اعمال جديده، فنريد نسلط الضوء عن هاي الاعمال وشنو الخطط اللي دا ترسموا لها، خصوصا يعني انه الشارع دا ينتظر اعمال عراقيه جديده. اكيد يعني هالمره الاعمال راح تكون غير ان شاء الله، واكيد اكو يعني خبر حصري لقناتكم انه في عمل كبير للامير الطرب طبعا الفنان هيثم يوسف. اكيد هو هذا اول تعامل مع مصطفى عبد الله، مع مصطفى عبد الله، وان شاء الله في تعاملات كثيره. طبعا اكيد حلو. يعني انت دائما تختار شركات معينه وتختار امور مختلفه، ايش جمعك ويا مصطفى العبد الله؟ يعني ايش عجب هالمره الجمعه صارت ويا مصطفى العبد الله؟ بصراحه مصطفى العبد الله صديق قبل لا يكون مخرج، اكيد بعض الاعمال من تكون على الشاشه اكيد راح يصير كونكت بين مخرج ومدير التصوير. والاعمال اللي اشتغلناها يعني اخيرا الاعمال اللي اشتغلناها هي اللي دفعت المخرجين يعني للتعامل وياي. طيب ما عندك اعمال خارج بيروت يعني هاي الفتره مثلا تجي للعراق او تروح لغير دوله؟ والله بصراحه في اعمال عراقيه وعربيه اكيد راح تكونون اول من يعرف الاخبار والحصريات طبعا. طبعا حقول لك على موضوع مهم، موضوع الدي او بي اللي هو مدير التصوير. نعم. وموضوع المخرج، تحس انه ثقافة مدير التصوير موجودة بالعراق؟ يعني خصوصا انه مثلا مدير التصوير احنا نشوفهم قليلين بالعراق المعروفين. صح. يعني حضرتك وسامر حكمة طبعا اكيد شفنا له، يعني انه انتقل مثلا من مره نلقاه مدير تصوير مره نلقاه مخرج. فموضوع اول شيء اول فقره اريد اسالك عليها موضوع مدير التصوير بالكليبات. الفقره أكيد. الثانيه اللي احب اركز عليها باحتمال نشوفك مخرج يعني بالفتره القادمه ان شاء الله. طبعا اكيد اساس العمل هو الضوء والتصوير، يعني الدي او بي من اداره التصوير بصراحه. للاسف يعني العراق ولات يعني اكثر شبابنا، المشكله انه ما تسعفهم المعدات، ما يسعفهم الدعم الكافي، على الاقل الدعم المعنوي. العراق يعني اكيد بي مبدعين وبيش يعني شباب، يعني تشوفهم بصراحه بس يطلعون خارج البلد راح يتميزون. عندنا يعني عندنا شباب اكيد بدبي، عندنا شباب باكثر من دوله هم عراقيين مبدعين، واكيد ما مسلط الضوء عليهم.
فإدارة التصوير أكيد إلها دور مهم وكبير بالفيديو كليب أو أي عمل يعني. طبعا سمعنا انت موجود يم مصطفى، يم المخرج مصطفى العبد الله، صح؟ طبعا اوجه له تحيه. أكيد أي موجود صحيح. إذا موجود يمك انطينا يا نريد نحكي ويا على مود مواضيع الإنتاج الجديد ومواضيع شنو إنتاج شركته ونتطرق العديد من المواضيع، هم هي فرصة. تمام مصطفى العبد الله وياكم. ألو ألو مرحبا. مرحبا حبيبي. طبعا اكيد منورنا المخرج والمنتج الكبير مصطفى العبد الله، واكيد فرصه اليوم سمعنا صوتك ومشتاقين لك هواي. اشكرك حبيبي، تحياتي لكم ولكل متابعيكم. تحياتنا لك استاذ مصطفى، ونورتنا وصباح الخير من سامراء الصباح ومن العراق. يا اهلا وسهلا، صباح النور، تشرفنا بكم استاذ مصطفى. احكي لنا شوي عن آخر أعمالك والأشياء اللي هسه تسويها أو تقوم بها حاليا. والله الحقيقة هواي عندنا أعمال نحضر بها، يعني أنا اليوم في لبنان عندنا تحضير فيديو كليب للفنان هيثم يوسف، وعندنا تحضير فيديو كليب للفنان ياسر عبد الوهاب والفنان محمود التركي. طبعا هذا الفيديو لهيثم يوسف راح يكون مختلف يعني جدا عن الفيديوهات اللي اشتغلناها سابقا. هذا الفيديو راح يكون يعني مختلف بالاداء كاوديو، يعني ستايل جديد على هيثم، وكصوره راح يكون يعني تصويره مختلف عن الاعمال اللي سابقا اللي موجوده بالساحه الفنيه، وان شاء الله راح ينال اعجابكم واعجاب الجمهور. ان شاء الله يا رب، ونتمنى لك من نجاح الى نجاح. موضوع مهم، موضوع الدار البيضاء. طبعا الدار البيضاء بالفتره الاخيره اثبتت اسمها كاسم منافس لشركه ميوزك الحنين والريماس، نحكيها بكل صراحه، بس الموضوع انه يعني حنشهد قريبا يعني انه تفتتح قناه تلفزيونيه، والموضوع الاخر اللي يسالون الناس طبعا اللي يسالون منافسين مصطفى العبد الله انه موضوع الانتاج ما يحقق ارباح ماديه كبيره. مصطفى العبد الله ايش عجب هو من بين المنتجين بالفتره الحاليه ده ينتج هالكم الكبير من الاعمال؟ شوف هو الحقيقة احنا يعني هذا الموضوع يعني صارت سبب الظروف اللي موجودة بالعراق، نزلت الريفينيو الأسعار والتفاصيل والريكتونز وكل هاي الأمور اللي بيها مردود مادي للأغنية. فقامت الأغنية ايش قد ما تكلف، يعني لو تكلف أبسط مبلغ هم تربح الشركة، بس لكون الدار البيضاء عمرها يعني طويل بهذا المجال وعندنا خبرة عالية، يعني الأغنية احنا نسوقها مو بس بالعراق، نسوقها بالوطن العربي عامة. فأرباحنا تيجي مو بس من العراق، يعني من الإمارات، من السعودية، من المغرب، من لبنان، من سوريا، من الأردن، يعني نشتغل بالوطن العربي، فشي على شي يجمع نظل احنا مستمرين. عقود مع فنانين خاصة، يعني نطاق الشركة يشمل عقود مع الفنان، يعني عقد احتكاري هو يعني التسمية جوزة أهل الشركات ما يحبوها، بس أنتوا يعني ويا الفنان عقد احتكاري لو إنتاج عمل وتفسحوا للمجال. شوف خلي أخدمك، أول شيء أنا ضد هذا موضوع الاحتكار، لأن هذا شيء يعني مو حلو لا في حق الفنان ولا في حق الشركة. إحنا عندنا عقود استثمار مع بعض الفنانين المهمين مثل هيثم يوسف، حسن الرسام، ياسر عبد الوهاب، رضا، يعني مجموعة من الفنانين اللي هم يعني مشكلين حضور بالساحة الفنية بالوقت الحالي. دولي احنا ننتج لهم كشركة يعني كامل، انتاج كامل الصوت والصورة والالبومات، واحنا يعني نسترجع هاي المبالغ والمصاريف من الخدمات اللي موجودة بالمحتويات التكنولوجية هسه عامة. بس اكو يعني فنانين هوايه مو موقعين ويانا، ما يشتغلون يعني يشتغلون ويا الجميع، بس ننتج لهم اعمال، يعني بالكل مطرب يشتغل له مثلا عمل بالسنه اغنيه اغنيتين حسب. اكو ناس تجي تدفع نص الميزانيه، اكو تدفع كل الميزانيه بس يكون اشراف دار البيضاء، وهذا الاغلب اللي يصير هسه. طبعا اكيد
طبعا انا سمعت يعني شغله انه مثلا العرض الاغاني لمصطفى العبد الله مسموح من كافه الشركات، يعني فشنو السبب ليش مصطفى العبد الله كل الشركات تعرض له بدون مشاكل، يعني بقيه الشركات اللي يعرض يمها لازم مثلا عنده مثلا موعد او عنده مثلا قص يقولون، فمصطفى العبد الله يقولون كل الشركات مفتوح له، يعني هم هذا بعامل الخبره لو اكو علاقات شخصيه؟ شوف بالحقيقة يعني احنا من مؤسسين هذا المجال، فأي واحد يعني أي قناة أي شركة تريد تفتح لازم تجي علينا، لازم تتعاون ويانا، فاحنا ايدنا مفتوحة للكل ونشتغل ويا الجميع، وكلهم أنا مقدم لهم خدمات وكلهم يشتغلوا وياهم وكلهم أصدقائي وأخوتي يعني الأغلب. فمن يجي أي تعامل هالثاني أي أغنية أبثها بكل القنوات، أبثها على كل الشركات بدون أي مشاكل يعني، وهذا الشيء اللي يميزنا عن كل الشركات، يعني مو احتكارية بالعمل. طبعا شكرا لك يا مصطفى، واكيد استمتعنا بالاخبار اللي عندك، ونتمنى لك التوفيق سواء كان بالعراق او بالوطن العربي بصورة عامة، واكيد نورتنا ونورت سامراء الصباح اليوم. اكيد، وتحياتنا لك مخرجنا المبدع. تحياتي، واشكركم على هذا الاتصال الجميل، فرحتوني صراحة، وأشكر كل متابعيكم وكل أهلنا وناسنا بالعراق، ويا رب إن شاء الله نشوف العراق بأحسن حال وأهلنا وناسنا آمين يا يعني رب. يصيرون أفضل الناس. تحياتي لكم. تحياتي لك، وتحياتنا أكيد المدير التصوير المبدع الدي أو بي مراد ترك، وأكيد طبعا اليوم نورتونا، وأكيد ننتظر العمل الجديد خصوصا للفنان هيثم يوسف. شكرا شكرا لك، شكرا لك. شنو اكثر اغنيه تحبيها لهيثم يوسف زهرة؟ ذوبت قلبي. ذوبت قلبي اكيد، مو انت ذوبت قلبي بس هي انت ذوبت مخي. انطيت زين، انا انطيت جاني امل من قلت لي ذوبت قلبي. ذوبت مخي انت مو قلبي. طبعا